مشاهدينا، شهر رمضان مبارك قرب، والتحضيرات للشهر الفضيل بتبدأ من هلا، خاصة عند الجمعيات الخيرية والإنسانية اللي بتكرس كل وقتها لخدمة المجتمع وللاهتمام بالآخرين. من أبرز هالجمعيات مؤسسة مخزومي، رح نتعرف على اهتمامات هالجمعية وعلى تحضيراتها لشهر رمضان المبارك. برحب بضيوفنا السيدة منى مسلماني، مسؤولة عن العلاقات العامة، أهلا وسهلا فيك منى. وبرحب كمان بالسيدة سلامة نعماني، أهلا وسهلا فيك حضرتك، المسؤولة أو مديرة برنامج التوعية والبيئة والزراعة بمؤسسة مخزومي. 15 سنة من العطاء والرعاية لمؤسسة مخزومي، وأنت كنت موجودة من تأسيسها سلامة. خبرينا شوي عن اهتماماتها، بعرف أنه في 5 برامج أساسية بتقدموها. نعم، هي تأسست المؤسسة سنة 97. نعم. وعنا يعني هدفنا الرئيسي هو إنمائي لكل المناطق اللبنانية، كل اللبنانيين، من خلال هالخمس برامج اللي منقدمون. خدماتنا في مراكز التدريب، من لهلا بهال15 سنة صرنا مقدمين 100,000 شهادة بدورات مختلفة من كمبيوتر، لغات، مكياج وغيره. عندنا بعدين برنامج الثاني، برنامج القروض الصغيره. نعم. كمان لحد هلا صرنا المايكرو كريدت. المايكرو كريدت، نعم. بلشنا بمبلغ كثير صغير بين 50 و 500 دولار، هلا زدناه. نعم. صرنا لحد 7000 دولار. صرنا مقدمين 6500 قرض لحد هلا هالبرامج سلامه لمين بتقدموها؟ يعني لمين موجهه هالبرامج؟ مين ممكن يستفيد منها؟ هي لكل اللبنانيين، نحن بنخدم كل اللبنانيين. يعني فرصه مفتوحه للكل. للجميع، للجميع بكافه انحاء الوطن، بدون اي تفرقه، لا منطقه ولا دين ولا مذهب ولا شيء، يعني من لبنان من اقصى لاقصى. بكل يعني كل شخص عنده فكرة مميزة حابب يطلقها وبحاجة لمعد دعم مادي، إذا بدك كانت قيمته من 50 دولار أو لغاية 7000 دولار، ممكن يتوجه لعندكم ويقدم لها القرض. نعم، يكون مشروع إنتاجي. نعم، بده يعني ينتج من وراء مدخول. نعم طبعا. بعدين في عنا برنامج صحي، كمان عنا عدة مستوصفات وعدة عيادات كلها مجهزة. لهلأ كمان بنعمل بطاقات صحية، 97,000 بطاقة صرنا مقدمين بكل مناطق، و155,000 خدمة رعاية صحية. كمان في برنامج التوعية، هيدا بيتضمن كمان ندوات وورش عمل على عدة مواضيع، وبيهدف للسيدات وللولاد. كمان صرنا مقدمين 22,500 خدمة بهالإطار هيدا. وفي برنامج البيئة والزراعة من عدة، بيتضمن عدة مشاريع. لهلأ كمان صرنا خادمين حوالي 35,000 شخص من وراء من عدة مشاريع. عنا مشتل بعكار بعده مستمر، بنتعاون مع المدارس والجامعات، ببلاش بنقدم شجر ونباتات. نعم. مشان مكافحة التصحر وحماية البيئة وهيك. البرامج اللي بتقدموها سيدي السلامة بتشمل كل المناطق اللبنانية أو مناطق معينة؟ لا لا لا، كل المناطق. بس طبعا أمرار بيكون في مناطق يمكن حسب الموسم بحاجة أكثر من غير منطقة وهيك، بس نحن لكل لبنان، يعني مستفيديننا من كل المناطق. نعم. ونحن كموظفين كمان ننتمي لجميع. نعم. نشاطاتكم بتمتد على مدار السنة، ومن أهم مشاريعكم التحضيرات لشهر رمضان المبارك. نعم. شو محضرين لهالسنة منى؟ نحن يعني من 97 ونحن بنخصص كل سنة بشهر رمضان مساحة كبيرة للنشاطات الخيرية. نعم. السنة مثل كل سنة عم نوزع حصص مواد غذائية. السنة حنوزع لحدود 40,000 حصة مواد غذائية، إضافة لموائد الرحمن اللي بنعملها كل سنة. كمان عنا وجبات ساخنة بتتقدم كل يوم، عنا كل يوم يوميا حيكون عنا 1300 وجبة ساخنة حتتقدم من خلال خيام متواجدة بكل المناطق اللبنانية. جديدنا للسنة نحن عملنا ساحة التكافل بفيردان. هيدي الساحة حتضم كل يوم في إفطار ل 250 شخص محتاج بالساحة، إضافة أنه كل يوم في نشاطات مختلفة دينية، صحية، اجتماعية. هالنشاطات راح تكون تحت خيام مختلفة موزعة بمختلفة هي المناطق. ساحة كبيرة. ساحة. وهيدي الساحة أخدينا، وحتكون كل زون فيها أكتيفيتي مختلفة عن الثانية.
إضافة للإفطار اللي هو يومي لكل يوم، في عنا 250 محتاج عم يجوا بيفطروا. عنا آخر 10 أيام عنا سوق رمضان اللي هو معرض حيضم المستفيدين من برامج المؤسسة، كمان عاملين نتورك مع غير جمعيات كمان حيكونوا مشاركين معنا. المعرض بضم أشغال يدوية، حرفية، ارتزانة، مونة، تياب. هلا المعرض يعني حيكون صناعات يمكن عم تنقرض عنا بلبنان او من الصعب نحصل مزبوط. عليها. هدول لانه مستفيدين من برامجنا نحن من خلال برامج برنامج التوعيه بنعمل بنعلمهم كيف يستعملوا كيف دورات. يعملوا دورات، نعمل دورات تدريبيه، وكمان المستفيدين من المايكرو كريدت اللي كنا عم نحكي يعني عنه كمان هن البيت او السيده اللي عندها هالحرفه عم نعملنا مثل سوق لحتى تصرف المنتجات اللي عم هيك هي بتستفيد وكمان المستهلك اللي من ما عم بيلاقي يمكن اكيد نحن عم نعمل لهم سبيس وهن بيبيعوا وبيقدروا يستفيدوا. المعرض حيكون من بعد الافطار للساعه 12 اخر 10 ايام من شهر رمضان. حيكون في كمان عندنا توازيا مع المعرض هو حيكون في كثير نشاطات بالساحه بالليل كل يوم. يعني وين موجوده الساحه منى؟ عفردان على عفردان. حيكون في عنا حكواتي، حيكون في عنا نشاطات للولاد، نشاطات للكبار، حتى الناس هي وعم بالمعرض كمان تلاقي قصص ثانيه تقدر تتسلى فيها. عنا كمان نحن موبايل كلينيك اللي هي عياده طبيه نقاله للمؤسسه، حتكون متواجده كل يوم بالساحه. هي عياده مجهزه باحدث التقنيات وحتكون فيها معاينات طبيه مجانيه وفيها طب اسنان. هيدي متواجده كل الشهر لاي ناس بيقدروا يحبوا. فكرتوا بكل حاجات الناس، فعم قلك يعني كل النشاطات موجوده ان كان طبيه ان كان اجتماعيه. في كثير اكتيفيتيز يعني مين ما اجى باي مجال بده حيلاقي شيء يهتم فيه. ما في اشياء مسليه للصغار كنت عم تخبيني قبل شوي؟ في اشياء، في نشاطات، ايوه في العاب للصغار، وفي شيء بالعيد كمان بعد نهايه في حزوره كمان. أيوة حزوره رمضان، خبرينا عنها شوي. نعم في الحقيقه حزورتين هن. اثنين بتعرفي برمضان تبقى مشهوره يعني بتحمس هيدي قصه فوازير رمضان وهيك. عندنا حزورتين، حزوره عن بيروت وحزوره هو التايتل عنوانه رمضانيات بيروتيه. هيدا يعني ساحه التكافل النشاطات كلها اللي حتكون رمضانيات بيروتيه. ففي حزوره عن بيروت، في حزوره دينيه، اسئله بسيطه دينيه. وبعد هذه حزوره يوميه، هي هن 30 سؤال. نعم. حيكونوا موجودين على مثل بروشور بيقدر يحصلوا عليهم المواطنين من عده من ساحه التكافل. نعم. ومن كمان شيء 30 موقع مختلفين بعده مناطق بلبنان. 30 سؤال بجاوبوا عليهم اشياء بسيطه ومهضومه، وبعدين برجعوها للاماكن هول المحطات اللي فيها. وبحوالي اخر اسبوع من رمضان في ايام محدده لتوزيع الجوائز للرابحين. الصغار كمان لهم موعد مع الحكواتي؟ ايه اكيد كل يوم عندنا حكواتي حيكون بعد الافطار، لانه بتعرفي الناس اللي بيجوا لعنا ليفطروا هن من كمان في منهم من دور الايتام يعني اولاد. فحيكون في كل يوم عندنا حكواتي، واضافه حنعمل كثير برامج يعني حنعمل شويه انترتينمنت للاولاد حتى كمان يكونوا يحسوا انه في شيء عم يعني الاهل لما عم يجوا عم يشوفوا المعرض الاولاد كمان في لهم حصه وبيقدروا يستمتعوا بكثير قصص موجوده، بس اكيد قصص تثقيفيه تفيدهم يعني من وحي من وحيل التيم تبع الساحه اللي هو كله رمضانيات بيروتيه، التيم بيروت القديمه نحن اخذين. انتم جمعيه خيريه وهالمشاريع اكيد اللي ذكرتوها هي منوعه وعديده وكمان مكلفه، مين المساهمين اللي بيساعدوكم بتحقيق هالمشاريع؟ يعني نحن الجمعية هي مؤسسة هو فؤاد مخزومي. نعم. ورئيس المؤسسة هي مدام مي مخزومي. نعم. هن الداعمين القوى اللي لنا بالمؤسسة، وهيدا يعني هن الداعمين الوحيدين اللي لنا بالمؤسسة. ما بتفتكروا على تبرعات؟ اللي حابب يتبرع اكيد اللي حابب اكيد اكيد خاصة في مثلا الشهر الفضيل اللي هو شهر العطاء طبعا والخير. طبعا الهدايا مثلا للحزوره للحزازير. نعم. الهدايا كلها في هدايا قيمه جدا يعني مقدمينها، في اشياء نحن مقدمينها يعني من قبل استاذ فؤاد، وفي اشياء كمان بعض التجار والحرفيين
وهيك مقدمين لنا اياهم. اذا حدا بحب يكون سبونسر معنا ويساعدنا بيكون كثير منيح، لانه نحن مفتحين على كل العالم يعني. ما نعم، بنهنيكم على كل اعمالكم، وان شاء الله الشهر الفضيل بمر على كل المشاهدين بالخير والصحه والعافيه. انا بس بدي بس اذكر بس اعطيهم رقم التليفون اذا حدا بده ياخذ اكثر تفاصيل عن اي موضوع حكينا فيه، 01 660 890 او 91 او 92، بلاقوا كل التفاصيل. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. شكرا. وقفه جديده مشاهدينا، وبنرجع نحن وياكم مع الشيف مارون لفقره تيستينج. هون كأنه